أنا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في تطور جديد في قضية انتخابات الرئاسة الأمريكية، ظهر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وأعلن ووعد بعملية انتقالية سلسة نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب رغم فوز الديمقراطيين في الانتخابات طبقا لبيانات الإعلام. فقد أعلن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية، وقال بامبيو خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: سيكون هناك انتقال سلس إلى ولاية ثانية لترامب، مؤكدا أن هناك أصوات لم يجري إحصاؤها في الانتخابات الرئاسية. وتابع وزير الخارجية تصريحاته وقال إن الانتقال الثالث للسلطة سيحدث بغض النظر عن الفائز. يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد الرئيس دونالد ترامب أنه سينتصر في نهاية الأسبوع المقبل، إذ كتب عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي: لقد أحرزنا تقدما كبيرا والنتائج ستبدأ في الظهور الأسبوع المقبل وستجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. كما يرفض رئيس ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، رغم أن الأخير حصد 290 مقعدا في المجمع الانتخابي طبقا لإحصائيات الإعلام، متخطيا 270 صوت المطلوبين للفوز. بيقول الزعيم أو الرئيس ترامب، بيقول إن هناك تزوير في الأصوات التي وصلت إلى مراكز الاقتراع عبر البريد، معتبرا أن الانتخابات تم سرقتها، ده طبعا على حد تعبيره. كما لجأ رئيس ترامب حملته إلى القضاء خلال الأيام الماضية أكثر من مرة وفي أكثر من ولاية، آخرها عندما رفعت يوم الاثنين دعوة تقول أن التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسه. التطور بقى الأهم في كل هذا أن مديرة إدارة الخدمات الحكومية الأمريكية GSA وهي الهيئة المختصة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية قالت أن الفائز لم يحدد بعد، بمعنى أننا أمام مرشحان، رئيس ترامب هو الرئيس الحالي له القدرة والسلطة وهو الممثل الشرعي الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية حتى يسلم السلطة إلى الرئيس المنتخب أو أن يستمر في ولايته
لفترة رئاسية جديدة، ولكن المرشح الرئاسي الديمقراطي بايدن أعلن فوزه ب 290 صوت في المقعد في المجمع الانتخابي، وهو صاحب السلطة في انتخاب الرئيس. هل ستتدخل بعض الجهات السيادية في الولايات المتحدة بشكل أو بآخر لتغييب أحد المرشحين عن المشهد أو كليهما حتى تجنب الولايات المتحدة الأمريكية واقعا مؤلما مريرا من صراع ما بين فريقين يشكل كل منهما في حدود 70 مليون مواطن؟ الأيام ستشهد القادم، وإن كنت أرى احتمالية كبيرة لأن تتدخل إحدى الجهات السيادية في الولايات المتحدة الأمريكية لتغييب أحد المرشحين أو كليهما. في هذه الحالة إذا غاب كليهما ينتخب نائب الرئيس الفائز في الانتخابات إلى ليكون هو الرئيس في الفترة القادمة، وده تطور خيالي صحيح لكن نسبة حدوثه ليست بالقليلة، احتمالية حدوثه ليست بالقليلة، والأيام ستشهد في الأيام القادمة تطور كبير جدا، وستنتشر الفوضى غالبا في ربوع الولايات المتحدة إن لم تتدخل القيادات السيادية في إدارة هذا المشهد المرتبك. تحياتي، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلق الله سيدي حبيبي رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين.